بداية حل أسئلة امتحانات عن أوتونوميك نيرف ماسل بلاد سي دي اس أو ريسبيريشن، هنقول فكرة حل الأسئلة. لو جيت الأوتونوميك سؤال كومبير بتوين نيكوتينيك ومسكارينيك ريسبتورز أو ألفا وبيتا ريسبتورز، أي سؤال كومبير لازم أجاوب في خمس نقط: واحد سايت مكانه فين، اتنين التايبس أنواعه، تلاتة ستراكتشر، أربعة بيشتغل إزاي ميكانيزم أوف أكشن، خمسة ستيمولييتد باي، وستة بلوك باي. السؤال ده على أي ريسبتور أوتونوميك كومبير، يفضل الكومبير يبقى جدول مقارنة ما يبقاش باراجراف عشان الدكتور يشوف النقط اللي أنت عايز تقولها. النقطة التانية اللي أنا بحب أنبه عليها functions of sympathetic أو parasympathetic، دايما بيختار لك الأورجن اللي هو عايزه منك في السؤال. يعني مثلا functions of sympathetic on the eye، أي function في الدنيا لازم تقول لي الأول مقدمة origin of sympathetic nerve، relay في أنهي جانجليا، والfunctions العادية في الأي فيها تكة في السؤال ده. اوعى تنسى هورنر سيندروم، ده الباثولوجي بتاع الأي. لو اتقطع السمباثاتيك اللي رايح للهيدا للنك هيحصل ايه؟ سؤال فانكشنز اوف سمباثاتيك على السي في اس، اوعى تنسى الكوروناري فاسس، كل الطلبة دايما تتكلم على كاردياك بروبرتيز وتنسى ان في كوروناري فازو دايلاتيشن. يفضل في إجابة أي سؤال functions في الفيسيولوجي لو تعرف بيشتغل إزاي تقول يعني الميكانيزم of action، السمباثاتيك بيزود الكارديك بروبرتيز عن طريق بيتا 1 ريسبتورز، كوروناري فازو دايلاتيشن عن طريق ميتابولايتس وبيتا 2 ريسبتورز. يفضل إن أنت تقول الإجابات دي. لو جالي سؤال كومبير ما بين adrenergic و cholinergic functions on the GIT، كأنه بيقول قارن بين sympathetic و parasympathetic على GIT. اوعى تنسى ان الليفر الparasympathetic ملوش تأثير عليه، وان السبلين الparasympathetic nerve does not supply the spleen، وبالتالي النقطتين دول الناس بتنقص فيهم كتير. كل إجابات الأسئلة في الأوتونوميك موجودة في ملزمة الامتحانات في المكتبة.